احنا ناس مجروحين ومكلومين وفي مصيبه بصراحه. يعني حتى القران يعبر عن الموت، يقولوا اذا اصابتكم مصيبه الموت فما بالك الموت بهذه الطريقه البشعه. فحتما لما اجلنا المباراه 3 ايام حتى نتحرر من التزاماتنا، لان كان اكو التزامات مع الشركات وهي تكلفك يعني مبالغ باهظه. انا اعتقد بل جازما اقول انه فقره هذه الفقرات اللي بها احتفاليه ما ممكن ان يعني احنا مشاعرنا يعني نخدش مشاعرنا قبل نخدش مشاعر الاخرين، فنحن في مصيبه كما يقولون وهذه ملغيه ان شاء الله.